صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير في هذا اليوم الجميل، يوم الاثنين اللي يحبه كل اثنين، أول يوم في هذا الأسبوع. إن شاء الله يكون بداية أسبوع جميل، أسبوع إيجابي ما نسمع فيه غير الخبر الحلو إن شاء الله، ويكون أسبوع نخدم فيه هذا الوطن المعطاء، وطننا دولة الإمارات العربية المتحدة، الوطن هذا اللي يتمنى اللي يطلب منا دائما نحن نعطي أكثر حتى نرفع اسم هذا الوطن عاليا ونجعله شامخا. ما شاء الله رمضان على قولت أمي طار، ما بقى شيء ما شاء الله من رمضان، تقريبا نقول إحنا أسبوعين باجي على نهاية رمضان، وكنا تونا نقول قبل فترة وايد قريبة إن شاء الله الأسبوع الجاي رمضان، ما شاء الله الأيام طارت وانتصف رمضان. الله يعود علينا عليكم إن شاء الله بالصحة والبركة، إن شاء الله نكون استفدنا من أول أسبوعين من هذا الشهر الكريم، فنحن نحسن من بعض العادات مو بس الغذائية، غذائية الصحية الاجتماعية. أريد أقول رمضان فرصة ذهبية لتحسين نفسنا بشكل عام، فترة الصيام فترة جدا جميلة ممكن نستفيد منها بأن احنا نطلع أفكار عشان نكون احنا أفضل صحيا جسديا نفسيا اجتماعيا ماليا كل شيء. فما بقى شيء مثل ما قلنا على رمضان، وهلا هلا في اللي باجي من رمضان. أهم شيء خذوا قص كافي من النوم، وايد من الناس تسهر ما شاء الله لين صلاة الفجر، تصلي ترقد عقب هذا عندها دوام، قلة ساعات النوم تأثر جدا في صحتنا فوق ما تتخيلون، الجسم يحتاج إلى فترة عشان يعوض قلة النوم اللي تستوي تتراكم يوم بعد يوم بعد يوم بعد يوم. إذا أنتم من الناس تحبون تنشون على التراويح على السحور، سامحوني على السحور، ممكن إن أفضل طريقة بعد التراويح النام، وبعد هذا النش على التراويح نش 2:30 أو 3 نكون حصلنا على قسط شوي من الراحة، بس ما أنتم مواصلين لأنه جدا مؤذي للجسم، ممكن أن يسبب نوبات صداع نصفي، خصوصا الناس اللي أصلا تشتكي من صداع نصفي. قلة النوم في رمضان والسهر قد يزيد من نوبات الصداع النصفي. طبعا دائما نتكلم احنا عن الصداع وعن الصحة، أكيد هذا برنامجكم صحة وسعادة اللي يطلع عليكم كل يوم من الاثنين إلى الجمعة على مدى ساعة إذاعية نتواصل فيها معاكم ونطرح فيها كافة المواضيع الصحية اللي تهمكم. متعودين على فقرات البرنامج، أو شيء يكون فيه خبر محلي أو عالمي أو دراسة، بعدين عندنا فقرة السوشيال ميديا، وأكيد فقرتكم المفضلة فقرة التغذية. اليوم الفقرة عن شو؟ عن تناول الحلويات في رمضان. سبحان الله، واحد وصايم ماشي غير الحلويات ويفكر بعد الفطور شو بياكل حلويات، وما شاء الله الإبداع في الحلويات، سواء من أسر المنتجة سواء من محلات، إبداع في الحلويات في رمضان، حلويات ما تشوفونها غير في رمضان. زين باجي السنة الناس فطار ترى بتاكل، لا بس في رمضان ينزلون الحلويات. وفقرة الأخيرة بتكون عن صيام المرأة الحامل، احنا تكلمنا عن صيام المرأة الحامل قبل رمضان، وبرد إن شاء الله نأكد على هذا الموضوع، كون فترة الحمل فترة جميلة جدا ممكن المرأة تستمتع فيها جدا وتكون حابة أنها تكون صايمة أن تصوم وتكون في نفس الوقت حامل، فعشان تحصل على أفضل فائدة وما تضر نفسها أو الجنين خلال فترة الحمل. نروح أول شيء للخبر. الخبر يقول أو الدراسة، خسارة 7% من الوزن تحمي من السكري. هناك أنواع مختلفة لمرض السكري، لا توجد طريقة معروفة للوقاية من مرض السكري من النوع الأول، مع ذلك هناك بعض أنماط الحياة تساعد في علاج مقدمات مرض السكري من النوع الثاني مثل التحكم في الوزن الزائد. يقول أطباء عيادة مايو كلينك في بريطانيا أنه يمكن محاولة إنقاص الوزن الزائد لتقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري. إذا كنت تعاني من زيادة الوزن فإن فقدان 7% من وزنك يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري. الحفاظ على الوزن في نطاق صحي وللحفاظ على الوزن في نطاق صحي يجب التركيز على التغييرات الدائمة في عادات الأكل وممارسة الرياضة وتحفيز النفس بتذكر فوائد فقدان الوزن مثل صحة القلب والمزيد من الطاقة وتحسين احترام الذات. هناك أيضا تغييرات في النظام الغذائي والتمارين الرياضية يجب مراعاتها التي قد تساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري، ويمكنك المساعدة في إدارة مرض السكري من النوع الثاني من خلال الأكل الصحي وطبعا التمارين الرياضية المنتظمة. تقول منظمة السكري في المملكة المتحدة أن أكثر من نصف حالات السكري من النوع الثاني يمكن الوقاية منها أو تأخيرها.
طبعا مرض السكري احد الامراض الدارجه او الشائعه عندنا في منطقتنا وفي دوله الامارات بشكل خاص. طبعا احد منها يعود احد اسباب انتشار مرض السكري يعود الى العادات الغذائيه الخاطئه. كانهم سمعوا يوم يقول عن موضوع الحلويات، عشان شيء اخصائيه التغذيه بتتكلم اليوم عن موضوع الحلويات، يعني يمشي جنبا الى جنب حلويات وخساره الوزن للوقايه من مرض السكري. واحنا دائما نتكلم عن الموضوع في الصحه والسعاده، وهو اساس برنامج صحه وسعاده. احنا دائما نتكلم عن الوقايه قبل ما نتكلم عن العلاج. لما نقول ان اتباع نظام حياه صحي ونظام الحياه الصحي، اريد اكد مش معناه الحرمان من الاكل، مش معناه الحرمان من الحلويات، مش معناه الحرمان من الاشياء اللي احنا نحبها. ناكل كل شيء باتزان عشان نتمتع بنمط حياه صحي يقينا من الإصابة ببعض الأمراض. وحتى لو انصبنا بهذه الأمراض بسبب عوامل أخرى، عوامل وراثية وغيرها، نؤخر أو حتى نوقف تطور المرض. ترى الإصابة بمرض السكري عبارة عن يعني أعراض كثيرة ومضاعفات كثيرة لمرض السكري. أنتم ما شاء الله تعرفونها وأخبر مني في الموضوع، ودائما نسمع مضاعفات مرض السكري على العيون، على الكلى، على القدم وغيره وغيره. الالتزام بنمط حياة صحي يساعدنا ان احنا ما يتطور عندنا المرض. ايش كثر حوالينا مرضى مصابين بمرض السكري من سنوات، 30 سنة 40 سنة، ما شاء الله الى الان متحكمين بالمرض بشكل ممتاز، ما عندهم اي مضاعفات لمرض السكري، ما اثر كثير على عيونهم او على كليتهم او على وظائف اي من اعضاء الجسم، ما جت لهم سمح الله الغرغرينه اللي تصاحب مرض السكر عند عدم التحكم ومستوى السكر. تلاقون ما شاء الله سنوات متحكمين بمرض السكر لانهم يتبعون نظام حياه صحي والتزمون باوامر الطبيب. فاحنا دائما هذا هدفنا، نقي من الاصابه بالامراض ونمنع تطور المرض في حاله الاصابه به. من هذه الدراسة الجميلة راح نروح إلى فقرة السوشيال ميديا، وأكيد أسماء الجناحي بتقول لنا ما هو جديد السوشيال ميديا في هذا اليوم. صباح الورد يا أسماء. صبحكم الله بالنور والسرور دكتور، عليكم وعلى كل مستمعي إذاعة نور دبي. حياك الله يا أسماء، وخبرينا ما هو جديد السوشيال ميديا. من الأشياء الجديدة اللي حطيناها في قنوات التواصل الاجتماعي يوم أمس كان يصادف اليوم العالمي للهيموفيليا، وهو مرض أو ممكن يسمونه النسف الدموي يتوقع، او اللي معروف عنه باللغه العربيه الناعور. صح. كنا حاطين مجموعه من من المعلومات حول هذا المرض، وشو مثلا شو هو المرض، شو الفرق بين يعني مثلا الاوعيه الدمويه للمريض العادي او مريض الهيموفيليا، وين اماكن اللي يجوز يكون فيها النزيف. ايضا من ضمن الاشياء اللي كنا حاطينها 5 نصائح صحيه لمريض الهيموفيليا وكيف انه يقدر يتعايش مع المرض. تقريبا هالنصايح كنا يعني بقولها شيء على السريع، يعني الهيدلاين اللي مثل ممارسه الرياضه وحافظ على وزن صحي لحمايه تقويه مفاصلك، تجنب الرياضات العنيفه، تجنب تناول ادويه معينه قد تسبب تفاقم النزيف او تمنع تجلط الدم، استشر دائما طبيبك، اعتني بأسنانك ولثتك وقم بإجراء فحوصات منتظمة لدى طبيب الأسنان، أخبر طبيبك بحالتك قبل أي إجراء. وايد مهم دكتورة أن قبل أي إجراء لطبي للأسنان لمرض الهيموفيليا أنه يخبر الطبيب أنه هو مصاب بالهيموفيليا. أيضا من ضمن الأشياء كنا حاطي تلقي التطعيمات الموصى بها، وخاصة تطعيم التهاب الكبد ألف وباء. والنقطة الأخيرة اللي كانت احمي طفلك عن طريق استخدام جوار تنبيه للمرض، استخدم عدة الوقاية من الحوادث مثل واقيات ركبتين والمرفقين وأحزمة الأمان، وأحرص على خلو منزلك من قطع الأثاث غير الآمنة. تقريبا هاي كانت من ضمن النصائح اللي كنا حاضينها في اليوم العالمي للهيموفيليا. أيضا نحن نحب نشجع الجمهور كلهم للمشاركة في القطاع الطبي في حملة مليار وجبة من خلال الرابط اللي كنا حاطينه في مواقع التواصل الاجتماعي، يقدرون يدخلون ويقومون بالتبرع مباشرة من خلال الرابط اللي موجود في الحساب. لذلك نحن ننصح الجميع، يعني حلو إن حيكون عون لكل الأشخاص اللي هم يعتبرون أشد احتياجاً يعانون من سوء التغذية. لذلك نحن ننصحهم يدخلون على الستوري مال هيئة الصحة من انستغرام، أو من خلال تغريدة هيئة الصحة، أو من خلال فيسبوك، يضغطون على اللينك ويقومون بالتبرع
إذا كانوا طبعاً حافظين. بس إحنا دائماً نشجعهم في للتبرع في حملة المليار وجبة، وهي إحدى مبادرات محمد براشد العالمية. أيضاً من ضمن الأشياء اللي كانت في قناة التواصل الاجتماعي، إحنا مستمرين في حملاتنا الميدانية، وكان عندنا حملة صحتكم أمانة كانت موجودة في كل من مجلس أمز جيم وكذلك مجلس الخوانيج. تقريبا هالأشياء اللي كانت في قنوات التواصل الاجتماعي، ونحن دائما نتمنى لكم الصحة والسعادة. شكرا لك يا أسماء، وعساك دوم إن شاء الله بصحة وسعادة. مثل ما قالت أسماء، الحملة العالمية أنا أسميها للتبرع بمليار وجبة إلى الآن مستمرة. الناس اللي حابة تشارك في هذه الحملة، هناك رابط في مواقع، في حسابات هيئة الصحة في دبي، في مواقع التواصل الاجتماعي، تقدرون تضغطون على هذا اللينك وتتبرعون الوجبة بدرهم. يعني الدرهم على قولة أمي دائما، الدرهم ما يسوي شيء الحين، يعني ما تقدرون تشترين شيء فعلا ذو قيمة بالدرهم، لكن تخيلوا الدرهم يساوي وجبة تنقذ حياة إنسان. يعني الناس اللي في المجاعة، في مناطق المجاعات، اللي عندهم حروب وغيرها، الدرهم عندهم يفرق. ودائما يذكرنا نحمد الله على النعمة اللي احنا عايشين فيها، ونقدر قيمة قولة أمي كل فلس، كل فلس قد يعني عندنا احنا نحس انه يعني ما ممكن يجيب لنا الشيء اللي احنا نبغاه، لكن قد يساوي وجبه عند اشخاص اخرين. فخلنا نتبرع، خلينا نعلم عيالنا، خلينا نقول حق عيالنا، نشرح لهم شو مبادره المليار وجبه، ليش احنا نسوي هذه المبادره، ليش احنا نتبرع بهالدراهم، وممكن تساعدونهم يتبرعون. حتى مثلا اذا عندهم حصاله في البيت، تقول ماما مثلا عندك 5 دراهم، تعرف تجيب لك 5 وجبات، 10 دراهم تجيب لك 10 وجبات. تخيل انت نفس الوجبه اللي تاكلها انت في البيت، ممكن الطفل في مكان ثاني، في مكان في مجاعه، ياكل وجبه بهذا الدرهم اللي انت راح تتبرع فيه. يجب ان ننمي في عيالنا حب العطاء ومساعده الاخرين. احنا في النهايه عيال زايد، وشيوخنا الكرام الله يحفظهم ويطول في عمرهم دائما يعلمونا على العطاء، والدليل الحملات اللي تسوي عندنا في الدوله لاطعام الناس اللي هم خلينا نقول اقل حظا منا. فخلونا كلنا نتبرع درهم واحد، ونشرك عيالنا كبير كان او صغير، حتى العمر 3 4 سنوات، نشرح لهم ما هي حمله المليار وجبه. خلي عيالنا يكونوا واعين بهذا المفهوم، مفهوم التبرع، ومفهوم حب الخير للناس. حتى لو نعيش بنعمة، هناك ناس أقل حظا يحتاجون إلى مساعدتي. رح نطلع إن شاء الله فاصل، بعد الفاصل نواصل صحة وسعادة. صحة وسعادة. ورجعناكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم، برنامج صحة وسعادة. للتواصل على 600-551-414، والرسائل النصية على 4006. مثل ما كنا نقول قبل الفاصل، إن فقرة التغذية اليوم عن تناول الحلويات في رمضان. طبعا شهر رمضان الكريم يتميز بمأكولاته اللذيذة والشهية والمتنوعة، وطبعا لا غنى فيه عن تناول الحلويات المتنوعة. وفي حلويات أقول لكم مميزة في رمضان ما تطلع غير في رمضان. ولكن لأي مدى يمكن تناول هذه الحلويات، خصوصا حلويات رمضان؟ ما شاء الله يعني كريمين، ما شاء الله يعني كل نوع حلاوة أتسم عن الثاني. لأي مدى ممكن نتناول هذه الحلويات، وما هي الكمية المناسبة، وأهم شيء ما هو الوقت المناسب لتناول هذه الحلويات؟ يعني نحطها على سفرة الفطور، ولا نشيلها من على سفرة الفطور ونخليها عقب التراويح؟ هذا الموضوع اللي بتكلمنا عنه الأستاذة مريم علي، اختصاصية التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي، ورئيس وحدة التثقيف الغذائي بهيئة الصحة. صباح الخير أستاذة مريم. صباح النور يا دكتورة ندى، حياك الله بصحة وسعادة. الله يحييك. الحلويات طبعا موضوع لذيذ وساخن في رمضان، يعني ما 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 يخلو بيت في رمضان. يعني اذا بيت طول السنه ما دخل حلويات، في رمضان لازم ندخل حلويات. الحين الحلويات، اول سؤال، ايش كثر نقدر ناكل حلويات في رمضان، ومتى المفروض ناكل حلويات في رمضان، وناكل اي حلويات عادي؟ والله انا ما بخوف الناس، يعني الحلويات معروفه، هي مكوناتها عبارة عن السكر ودهون، فهاي الأشياء شوي تشكل، يعني إذا الواحد ما انتبه لها وما حدد الكميات اللي ياخذها ممكن تعرضه لمشاكل صحية، ولكن هي مش ممنوعة، أنها موجودة وما نقدر نحن نمنعها. صحيح. فنحاول قد ما نقدر نحن نحاسب في تناولنا
هاي الحلويات مثل ما انت قلتي، فيها نكهة وطعم لذيذ وشكل وألوان جميلة تغري يعني الواحد انه لازم ياخذها ويجربها. فالحلويات موجودة، فالأفضل للإنسان انه قد ما يقدر يحدد الكمية اللي هو ياخذها، انها تكون أول شيء نوع واحد، ما نكرر الأنواع قد ما يقدر، إن تكون كمية بسيطة قطعة صغيرة ونوع واحد من الحلويات، وما ياخذها بشكل يومي. يعني يفضل إنها تكون مثلا مرتين لثلاث مرات في الأسبوع، ويستبدلها بأشياء ثانية، أو مثلا الحلويات هاي نفسها يحاول يدخل فيها قيمة غذائية، لأن المعروف الحلويات فيها سكر وقليلة في القيمة الغذائية وسعراتها عالية. فنحن نقدر نغير هذا الحلو لأنه ونرفع قيمته الغذائية عن طريق أن نحن ندخل فيه مثلا، ممكن ندخل فيه حليب، ممكن بعض الأحيان ندخل فيه إذا طحين أو شوفان أو هاي الأمور، أساس أنها تكون مغذية للجسم، أو بعض المكسرات نحط عليها فواكه. هاي الأمور ممكن تساعد شوي أن الواحد يقدر ياخذها بشكل أفضل وما يخاف إن شاء الله. ممتاز. بخصوص رمضان، هو دائما له حلويات مميزة، مثلا الليقيمات يعني هي موسمها الذهبي في رمضان، بعض الحلويات العربية الكنافة وغيرها. هذه الحلويات كيف ممكن نخليها شوي صحية أكثر؟ يعني هذه شوي صعب نحط عليها فواكه، يعني الحين قام يحطون على الكنافة شوي مانجا يعني، ولكن هي الأساس ما شاء الله، الكنافة نفسها ما شاء الله أساسها دسمة شوي، فكيف ممكن نخليها شوي صحية أكثر؟ ومتى تنصحين نتناولها في شهر رمضان؟ هل نحطها مع سفرة الفطور؟ مع العادة احنا نحط اللقمات على الفطور يعني من العادات والتقاليد، فمتى المفروض تنحط هالحلويات؟ هو ينحط في الغالب على وجبة الإفطار، بس المفروض أن الكمية ما يعني ما تزيد أكثر من 3 حبات على الوجبة، وفي نفس الوقت نحرص أن ما نكثر من كمية النشويات نحن ناخذها. يعني مثلا اذا كنا ناخذ مثلا كميه عيش او سريد، نحاول نقلل من هاي اساس نعوض في اللقيمات. وبعد ممكن احنا ما نحط هاي الشيره، نحاول نحط عسل، ممكن نحط الدبس مثلا. هاي الاشياء شوي تعطي لها قيمه غذائيه، ولكن هي سعراتها الحراريه عاليه، ولان قلي هي في الغالب صحيح قلي وفيها سكر، فنحاول قدر الإمكان إذا نقدر نأجلها لين بعد صلاة التراويح يكون أفضل وأفضل طبعا. ولكن الناس متعودة خلاص على وجبة الإفطار، فإذا على وجبة الإفطار مثل ما قلنا نقلل كميات النشويات أساس نقدر ناخذ يعني نوازن في صحيح الأكل. أكيد. بخصوص ممارسة التمارين الرياضية في رمضان، أنا أحس المفروض ناكل عقب نسوي رياضة، ولا نسوي رياضة عقب ناكل حلويات، يعني عشان يعني ما نحس بالذنب. شو تفضلين؟ شو الطريقة الصحيحة؟ نسوي رياضة بعدين ناكل حلويات، ولا ناكل حلويات بعدين نصير نحرق الحلويات بالرياضة؟ شوفي الاثنين يصيرون يستوون، يعني ممكن الواحد يسوي رياضة قبل الإفطار بس ما يزيد ما يطول في الرياضة، صحيح. وتكون رياضات هوائية بسيطة وفي مكان انه ما يكون حر وشمس عليه، فالتهوية تكون زينة، الجو يكون زين، مسموح لان قبل الإفطار مثلا نص ساعة إلى 40 دقيقة فقط وما يزيد عن هاي المدة. والأفضل والأفضل طبعا الرياضة بعد تناول الوجبة، يعني مش بعدها مباشرة، يعني المهم أن الواحد يكون ماكل صحيح. وبعدها مثلا بساعة ساعتين بعد صلاة التراويح يبتدي الرياضة بين الفطور وقبل السحور، يعني هاي الأوقات اللي هي تكون أفضل طبعا وعملية الحرق تكون أحسن. ممتاز. استاذة مريم، بالنسبة لمرضى السكري، طبعا مرضى السكري اكيد ما نبغى نحرمهم من تناول الحلويات في رمضان، شو نصايحك للي يبغى ياكل حلوي، يبي ياكل شيء حلو صنف حلو في رمضان وعنده مرض السكري، شو البدائل او الخيارات اللي تنصحين هو يتناولها عشان ما يكثر من الحلويات المقلية او اللي فيها دهن وايد؟ نعم،
مريض السكري مثل أي شخص، يعني ممكن الحلويات مش ممنوعة نهائيا من تناولها، في حالة إذا كان السكر عنده منتظم وهو حريص على أنه يتابع ويراقب نسبة السكر ويفحص دائما ويشوف معدل السكر عنده طبيعي، فما يمنع أنه يجرب نوع من الحلويات بكميات بسيطة، أو الأفضل طبعا أنه يستبدلها بالفواكه، بس أعتقد يعني في الغالب لازم أنه بيشتهي أنه ياخذ شيء حلو، فما صحيح. يمنع أنه ياخذ، بس أهم شيء أنه يراقب السكر في الدم عنده، إذا هو منتظم يقدر ياخذ، ما يمنع ممكن ياخذ، بس يحدد الكمية اللي هو ياخذها، كمية بسيطة ونوع واحد، وما يكرر بشكل يومي، يعني يستبدلها مثلا بالفواكه أفضل له. ممتاز. في نصيحة أخيرة حابة توجهينها أستاذة مريم لمستمعينا بخصوص تناول الحلويات في رمضان؟ نعم، بالنسبة للناس اللي يعني شراهتهم مفتوحة للحلويات، هذيل ممكن احنا ننصحهم ان في ما زال هناك وقت اساس انهم يبتدون يخففون من تناولهم والإدمان على هاي الحلويات، مجرد يعطي نفسه 10 أيام ويحاول يقطع بالتدريج هاي الحلويات ويقللها، يعني ممكن أول 3 أيام بيحس إنه بالتعب والخمول والضعف وعدم النوم والصداع، ولكن بعد هاي 3 أيام راح النتيجة بتكون عنده أحسن، يعود نفسه على شرب الماي، ما ينسى الماي، يستبدل الحلويات مثل ما قلنا بأشياء مفيدة اللي هي الفواكه أكثر، ممتاز صحيح. ممكن يقلل كمية الكربوهيدرات وياخذ الحلويات اللي يباها بس صنف واحد، يعني يحاول قد ما يقدر ياخذ صنف واحد ويقلل من سيرته للعزايم. ممتاز، طيب شكرا. اهم شيء يقلل سيرته للعزايم. ما شاء الله عزايم رمضان ما شاء الله وايده، الله يدوم ان شاء الله دائما لماتنا على خير. لكن حتى آمين انا انصح الناس يعني اللي بتسوي عزايم بعد تخفف الحلاوه شويه، عشان بعد الناس إن شاء مساكين الله. ما تحس انه يعني صعب المقاومه، يعني تلاقي الكل قاعد ياكل، فنخف نعم شويه على الحلويات. انا شاكره لك استاذه مريم علي، اختصاصيه التغذيه السريريه بهيئه الصحه بدبي ورئيس وحده التثقيف الصحي، مداخلتك معنا اليوم بخصوص تناول الحلويات في رمضان. شكرا لك ونهارك سعيد. نهارك أسعد دكتورة. شكرا. نعم مثل ما قالت استاذه مريم، ترى تناول الحلويات يعني مو شيء شرير جدا، ممكن نتناول الحلويات لكن بكميات بسيطة. ونحس بشكل عام بعد وجبة الفطور أصلا واحد ما يكون عنده يعني نفس انه ياكل اصلا، يتناول كمية كبيرة من الحلويات. واظن واحدة من الطرق اللي ممكن احنا نسويها لما الناس نفطر بعدين نسوي الصلي بعدين انت تاكل الوجبة الرئيسية، هذا بحد ذاته يقلل من رغبتنا في تناول الحلويات، نحس اصلا بطننا متروس وخلاص ما فينا ناكل شيء او نشرب شيء. فنأخر او ما نخلي الحلويات على سفرة الفطور، ونأخرها الى ما بعد الفطور او ممكن بعد التراويح، ننزل الحلويات نحط في الطاولة على مع الشاي والقهوة وغيره، عشان ما نتهور خلينا نقول ونتناول كمية كبيرة من الحلويات، لان احنا طالعين من صيام ويوعانين والسكر عندنا منخفض، فنحس ان احنا نبغى ناكل وبعد ما ناكل نندم، نحس ان بطننا وايد متروس وان يجينا صداع من كثر ما احنا كنا والحلو على المالح، وحتى ما استمتعنا بالحلويات، والغرض من الحلويات هو الاستمتاع وليس ملء الجوع او ان احنا مجرد شيء موجود على السفرة. فعشان نستمتع صح بالحلويات خلونا ناخرها قدر الامكان لين بعد التراويح، عشان بهدوء يكون مر وقت على الهضم، ما نربك المعدة. ترى الحلويات غنية بالدهون، وهضم الدهون ياخذ وقت من المعدة، فأنت كنت صايم طول اليوم المعدة مرتاحة، جرحت صيامك، فطارت تمر روب شوربة سلطة عيش أيا كان الفطور، المعدة سوف تكون مشغولة بهضم هذا الأكل، فأنت ما نباك تزيد عليها بتناول أطعمة غنية بالدهون في الحال، بحيث أن يربك عمل المعدة وتحس أنه مو قادرة تهضم كل هذا، بعدين يجينا تلبك معوي ونحس أن إحنا مش مرتاحين، وحتى في ناس تتم معاهم الإحساس لين ثاني يوم يحسون
مو بالكمية اللي كلوها ولكن بسبب تناول أنواع مختلفة في نفس الوقت، المعدة تحس بالربكة وما تهضم الأكل بشكل جيد، وقد يسبب إمساك، يسبب الصاهر أو الحموضة اللي دائما نتكلم عنها، يسبب لوعة في النفس، يسبب صداع وغيره وغيره. فخلنا بعد شوي بين الوجبات أو الأصناف الأكل عشان نستمتع بكل صنف على حدة. احنا راح نروح ان شاء الله فاصل، بعد الفاصل مثل ما خبرتكم راح تكون فقرتنا عن صيام المرأة الحامل، بنتكلم عنها شوية عن كيف ممكن تصوم المرأة الحامل، شو الاحتياطات لازم تسويها وغيرها حتى تنعم المرأة الحامل بصيام وحمل صحي. فنلتقيكم ان شاء الله بعد الفاصل، ابقوا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. نذكركم بأرقام التواصل 600551414 والرسائل النصية على 4006. طبعا موضوعنا الحين مثل ما ذكرنا قبل عن صيام المرأة الحامل. هناك العديد من الأسئلة والاستفسارات حول صيام المرأة الحامل ومدى تأثير الصيام على المرأة الحامل وعلى الجنين، ومتى يكون صيام المرأة الحامل آمنا، وغيرها من الأسئلة اللي بنطرحها على ضيفتنا لليوم الدكتورة أمل القدرة، استشاري ورئيس قسم النساء والولادة بمستشفى لطيفة للنساء والأطفال. صباح التور دكتورة أمل. أهلين، السلام عليكم ورحمة الله، مبروك عليكم الشهر، تقبل الله طاعاتكم ومنا ومنك إن شاء الله صالح الأعمال يا دكتورة أمل. وطبعا موضوعنا اليوم جدا مهم، احنا تكلمنا فيه في صحة وسعادة قبل رمضان عن تحضيرات أو عن صيام المرأة الحامل بشكل عام، واليوم برد إن شاء الله نطرح الموضوع عشان إذا في أي حامل إلى الآن ما بعرف هل هي تصوم أو ما تصوم، راح نجاوب إن شاء الله على هذه الأسئلة. أول سؤال طبعا دكتور أمل، متى يمكن للمرأة الحامل الصيام دون مضاعفات على صحتها وصحة الجنين؟ المرأة الحامل طبعا هي عبارة عن يعني صحتها وصحة الجنين مهمة جدا، وبالتالي يجب عليها قبل اتخاذ القرار بالصيام يجب عليها أنها تستشير طبيبتها النسائية وتتأكد من صحتها وصحة الجنين. يعني هنالك بعض التحاليل والصور التلفزيونية للجنين يجب أن تكون يعني تسويها قبل ما تفكر بالحمل، وبالتالي لازم نتأكد إنه هي for example ما عندها سكر، ما عندها ضغط، لأنه بعض الأحيان يصير تسمم حمل في الحمل اللي هو ارتفاع في الضغط أو إصابتها بفقر الدم. فهي الأشياء يعني أحيانا إحنا نحذر المرأة الحامل من الصيام، ولكن إذا كانت صحتها جيدة والحمد لله أمورها تمام والفحوصات أجريت وكانت كلها طبيعية فننصحها بالصيام، ولكن هنالك بعض التحذيرات خلال الصيام يجب أنها تتبعها. نعم دكتورة أمل، متى تنصحين تكون الاستشارة الطبية قبل الصيام؟ يعني المرأة الحامل متى نفضل تشوف طبيبة نسائية أو طبيبة الأسرة قبل شهر الصيام عشان تقرر هل ممكن تصوم أو لا؟ هي طبعا المرأة الحامل مجرد ما عرفت أنها حامل لازم تشوف طبيبتها وتتأكد من الحمل وسلامة الحمل وسلامتها هي نفسها. وطبعا دائما احنا الحمد لله في بلد الخير دائما عندنا مراقبه للحوامل، وفي سنترز معينه في سواء في هيئه الصحه او اداره الصحه في كل الامارات احنا عندنا سيستم للحوامل خصوصي نتابعهم ونتابع صحتهم، وبالتالي الطبيبه النسائيه تدرك انه هاي الحامل لازم ما تصوم، او لو سالتها الحامل حابه انها تصوم احنا نعطيها الضوء الاخضر بالصيام اذا كانت صحتها جيده وطبيعيه. ممتاز. الحين اذا على افتراض ان الطبيبه رخصت للمراه الحامل انها تصوم بناء على حالتها الصحيه وتاريخها المرضي وغيره، شو هي العلامات او الاعراض اللي يجب ان تنتبه لها المراه الحامل خلال فتره الصيام اللي تخليها تجرح صيامها ما تكمل الصيام او حتى ممكن تتوجه الى الطوارئ؟ دائما احنا ننصح الحامل إنه يجب عليها إذا حست بالصداع، إذا حست بالخمول، إذا حست بالدوخة،
طبعا هاي ممكن تكون لها تأثير في ناحية إنه مثلا ضغطها نازل أو السكر نازل، أو يكون ممكن هي عندها بداية فقر دم وبالتالي بتدوخ، أو هي لم يعني مثلا حست إنه جسمها اتنفخ بعض التورمات في الأرجل أو في الإيدين، ممكن يكون لها علاقة بارتفاع ضغط الدم، لأنه أحيانا ارتفاع ضغط الدم بالحمل بيكون مفاجئ. صحيح. عدم حركة الجنين، إذا الجنين لم يتحرك هذه علامة كثير مهمة، لازم المريضة أو الأم الحامل لازم تنتبه لها، ولازم تروح على أقرب عيادة أو على أقرب مستشفى. كذلك إذا كان هناك غثيان أو قيء أو لا سمح الله إسهال، فهاي الأشياء بدايات لالتهاب يمكن أو يعني فقد هذا السوائل، وبالتالي ممكن يؤدي الجفاف، والجفاف يحتاج أنها تأخذ مغذي عن طريق الوريد. هاي الأشياء كلها لازم تكون في عين الاعتبار، لازم ننصح المريضة فيها الأم الحامل، ولازم يعني هي تنتبه لإلها، وأول ما تحس فيها لازم تروح على أقرب عيادة أو أقرب مستشفى. ممتاز. دكتورة أمل، دائما السؤال يتكرر بخصوص الحامل في الأشهر الثلاث الأولى. احنا نعرف أن الأشهر الثلاث الأولى من الحمل لها خصوصية خاصة، يكون الجنين الآن صغير مثل يقول يعني الحمل راح مش تتطور. ايه أي، فهل ممكن المرأة الحامل في الشهور الأولى تصوم، ولا أصلا ممنوع على كل الحوامل الصيام في أول 3 شهور؟ احنا لا نمنع المرأة الحامل انها تصوم في اول اشهر الحمل، بس لازم هي تعرف انه اذا كان عندها احيانا يكون عندهم تقيؤ زيادة والوحام، وانها هي ما تقدر تاكل، فبالتالي انه نسبة الجفاف عندها تكون زيادة. ولما تكون لما كيف تعرف انه هي عندها جفاف؟ تروح لأقرب عيادة أو على المستشفى، بيجروا لها بعض الفحوصات، فحوصات دم، نشوف المعادن في الدم، وبالتالي نشوف كمان نسبة الكيتون اللي موجود عفوا بالبول. وهي الأشياء ممكن يعني أحيانا تكون تأثر على الأم الحامل من ناحية الجفاف، وكمان على الجنين نفسه. فالجفاف علامة من العلامات اللي لازم الأم الحامل يجب أنها تفطر وتاكل وجبات صغيرة على مدار اليوم، ما ينفع أنها تصوم 12 أو 14 ساعة، تاخذ مغذي، والمغذي طبعا يفطر، مغذي ما احنا عارفين من الناحية الشرعية المغذي يفطر، فهي بالتالي تحتاج للمغذي، وبالتالي مفروض ما تصوم. أما إذا كان بداية الثلاث شهور من الحمل ما عندها أي أعراض، بعض الحوامل ما عندهم أعراض، ما يصيبهم جفاف ولا يصيبهم وحام، فبالتالي ممكن تكون يكون الحمل بالنسبة لها آمن، ولكن يجب إنها هي تاخذ بالها من وجبة الفطور ووجبة السحور، الوجبتين وما بينهم لازم يكونوا كثير كثير تراعي فيهم الغذاء المتكامل المتوازن، في معادن وفي اللحوم اللي هي البروتينات مثل اللحم العادي أو السمك أو الدجاج أو البيض أو البقوليات، ويكون متوازن من كل النواحي. طبعا نشويات، وتقلل من الأغذية اللي تحتوي على الزيوت أو المقالي، لأنها ممكن تكون تسبب حصر هضم، وممكن تسبب بعد إنه زيادة في الوزن. ممتاز. دكتورة أمل، عندك نصيحة للنساء بشكل عام، ونتكلم بشكل عام أيضا عن النساء اللي أصلا ممنوع عليهم تماما إنهم يصومون في رمضان، قبل ما نعطي النصيحة؟ من وجهة نظري النساء الممنوعين من الصيام اللي هم أهم فئة، اللي عندهم السكر، وبالتالي السكر اللي بيحتاج أنسولين، لأنه على مدار اليوم يجب عليهم أنهم ياخذوا أنسولين وياخذوا وجبة معاهم، وجبة اللي هي السناكس. صح. فهذيلا إحنا يعني ننصح فيهم أنهم ما يصوموا، وأصلا المرأة الحامل هي مرخصة شرعيا من عند رب العالمين إنه هي ما تصوم، إذا قدرت إنها تصوم يعني يعني مسموح لها، وإذا قدرت ما تصوم بعد الله سامح لها الرخصة. نصيحتي لجميع الحوامل إن شاء الله مبارك عليهم الشهر، والله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنه هي المرأة الحامل هي عبارة عن روحين، هي صحتها وصحة الجنين، وإحنا نأمل إنه دائما المرأة الحامل هي والجنين يقوموا بالسلامة، ونحصل على جنين
يعني سلامتها وسلامة الجنين من ناحية عقلية وجسمانية وصحية. وبالتالي يجب على المرأة الحامل قبل اتخاذ أي قرار بقرار الصيام، يجب أنها هي تتوجه لأقرب عيادة أو مستشفى وتأخذ نصيحة الطبيبة النسائية في الصيام وإجراء بعض الفحوصات قبل الصيام إن شاء الله. ممتاز، أنا شاكرة للدكتورة أمل القدرة، استشاري ورئيس قسم النساء والولادة بمستشفى لطيفة للنساء والأطفال، مداخلتك معنا اليوم بخصوص صيام المرأة الحامل. شكرا للدكتورة، نهارك سعيد. شكرا دكتورة حبيبتي، وكل عام وأنتم بخير والله يجزيك خير. وأنت بالصحة والسلامة. مع السلامة. مع السلامة. مثل ما قال دكتورة أمل بخصوص صيام المرأة الحامل، يمكن المرأة الحامل أن تصوم، لكن بما أن فترة الحمل فترة لها خلينا نقول خصوصية معينة، فيجب أن تستشير المرأة الحامل الطبيبة النسائية أو حتى طبيبة الأسرة قبل الصيام، لأن الصيام ضغط على الجسم، صيام فترات طويلة، هي مسؤولة مثل ما قال دكتورة أمل عن روحين هي والطفل، فعشان نضمن سلامة الحمل وسلامة المرأة الحامل خلال فترة الصيام، الأفضل دائما أن تستشيرين طبيبة الأسرة أو طبيبة النسائية. وأكيد أحد الأسئلة المهمة تسألينها بخصوص تغيير مواعيد الأدوية، إذا في أدوية معينة اللي تاخذينها، سواء أدوية مثلا سيولة، في بعض النساء تأخذ أدوية للسيولة، في نساء تأخذ مثبتات، في نساء تأخذ أدوية للسكر الحمل أو الضغط أو غيره، يجب أن تستشيري الطبيبة في مثل الوقت المناسب إن أنا أغير مواعيد الأدوية تماشيا مع فترات الصيام. وأهم شيء ما نغير من نفسنا، ما نغير جداول الأدوية من نفسنا. أكيد ما دام الكل دكتور دائما يقول إذا الحبة تأخذها أول الصبح أكيد خذها عقب الفطور، الحمل له خصوصية معينة، فدائما استشيري الطبيب. طبعا الحين هالأسبوع أتوقع كل المدارس، كل الأطفال ردوا للمدارس، وما شاء الله تبدأ الزحمة ورفشات المدارس، وتبدأ أيضا خلينا نقول أمراض المدارس، الكحة، الزكام، اللي هالي مردوا المدرسة دائما الزكام هذا موجود طول السنة خصوصا مع المدارس. فندردش شوي في موضوع تعزيز المناعة، مناعة أطفالنا أو مناعتنا الحين بما أن موسم المدارس. طبعا مثل ما نعرف أن الجهاز المناعي هو خط الدفاع الأول ضد الأمراض، وأهم طبعا الإنفلونزا، فلازم نهتم بتقوية الجهاز المناعي بالغذاء السليم وبعض العادات الصحية السليمة، وهذا دائما نتكلم عنه في صحة وسعادة. كثير من الناس تفكر أن التعزيز أو تقوية جهاز المناعة لازم أدوية، لازم فيتامينات، لازم إبر، لازم لازم، لكن بعض التغييرات البسيطة أو الإضافات في نظامنا الغذائي يضمن أن احنا نعزز من قوة جهاز المناعة. عندنا أطعمة نسميها الأطعمة الداعمة لجهاز المناعة، هي الحمضيات، الجريب فروت، البرتقال والليمون، المعروفين بأنهم غنيين بالفيتامين سي، والفيتامين سي هو صديقنا يعني من بدأ الكوفيد وصديقنا إلى اليوم، اللي يحمي من الإصابة بنزلات البرد والزكام. للأسف أنا وايد أزعل لما ألاقي وايد من الناس تأخذ فيتامين سي أقراص أو فوار. إنزين ليش ما تأخذونه من مصادر الطبيعية جماعة؟ وايد أفضل. وأنا دائما أنصح بالفيتامين سي. الناس بعد لما تقولون فيتامين سي على طول يبالها البرتقال، والبرتقال الفلفل أو الفليفلة الخضراء اللي مطعمها حار، الفليفلة الخضراء غنية جدا بالفيتامين سي، وطعمها حلو في السلطة وتقرمش وتضيف للسلطة، أي سلطة عندك، سلطة ذرة، سلطة دياي، سلطة خضرة عادية، فتوش، أيا كان حطوا فيها الفلفل الأخضر أو الفليفلة الخضراء، طعمها وايد لذيذ، غنية جدا بالفيتامين سي. ولكن نحرص أنه شو نسوي، نقصص الخضرة اللي فيها فيتامين سي قريب الوقت اللي بنتناول فيه السلطة أو الطبق، لأن الفيتامين سي من فيتامينات الطيارة بسرعة يتطاير من الخضرة أو من الفواكه الموجود فيها، فضيفوا فليفل الخضرة لأكلكم اليومي عشان تحصلون على فيتامين سي. وإذا تبون من الحمضيات طبعا الجريب فروت رائع جدا لناخذ منه فيتامين سي، ممكن تاخذونه كفاكهة جريب فروت، أنا ما أنصح دائما بالعصائر لأن العصائر فيها نسبة سكر عالية، خذوا الفاكهة كفاكهة عشان تعزون جهاز المناعي. وأيضا هناك أطعمة غنية بفيتامينات أخرى تعزز جهاز المناعي مثل الفيتامين ألف،
الفيتامين ألف وين موجود؟ في الكبدة والجزر. والكبدة أنا أشوف يعني أكلة مفضلة لوايد من الناس على السحور، غنية جدا، تشبع فترة طويلة، الكبدة جدا مفيدة، وأكيد الجزر ممكن نحطه أيضا في السلطة ناخذ منه فيتامين ألف. وأيضا الزنك، أدري بعد وايد من الناس تاخذ الزنك من حبوب أو من حبوب أو أقراص أو فوار أو غيره. الزنك موجود في اللحوم والروبيان، ويساعد في تنظيم انقسام الخلايا ويعزز الجهاز المناعي. والسيلينيوم، السيلينيوم مهم جدا جدا، مادة موجودة في الخلايا الدفاعية موجودة في الكبد والطحال، ووجودة جدا مهم في الجسم. وين نحصل السيلينيوم؟ الحبوب الكاملة، المأكولات البحرية مثل المحار هي غنية بالسيلينيوم. معنا ندري شوية تناول المحار في رمضان شوية صعب، لكن الحبوب الكاملة ممكن ناخذها كسحور مع حليب. تاخذون كالسيوم، تاخذون فيتامين د، تاخذون الياف، فاكثر من عنصر غذائي. وايضا البروبايوتكس، كلنا نعرف عن البروبايوتكس اللي تكون موجوده في منتجات الالبان، في الروب او الزبادي او اللبن او غيره، مهم جدا 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 عشان امعائنا تحافظ على صحه افضل. ونصيحه لكل حد ياخذ يتناول منتجات غنيه بروبايوتكس، فائده البروبايوتكس تظهر خلال أقل شيء 8 أسابيع من الاستمرار في تناول البروبايوتكس، مو من أول علبة روب، مو من أول علبة لبن، لازم 8 أسابيع، لأنه يحتاج إن البكتيريا النافعة الموجودة في منتجات الغنية بالبروبايوتك إنها تغير البيئة الموجودة عندنا في الأمعاء عشان نستفيد. بالتالي هذا التغيير ما يكون خلال يوم وليلة، ياخذ وقت. فأحرصوا على تناول منتجات الغنية بروبايوتك بشكل مستمر. والبروبايوتيك ايضا موجود في بعض انواع الملفوف المخلل، فحرصوا على تناول المنتجات الغنيه بالبروبايوتيك. وبشكل عام اذا حرصتوا على تناول اطعمه غنيه بكافه العناصر الغذائيه، ترى راح تكون صحتكم افضل، جهازكم المناعي بيكون افضل، بيكون صصحي، ويساعدنا ويساعد يعني على مكافحه كافه الامراض. وانا دائما اقول هالكلام، انا واحده من الاشياء اللي دائما اعطيها حق عيالي طول السنة مو بس موسم الزكام، هي شوربة الدياي. الدياي لما نحط الدياي مع العظم ونفوره على فترة طويلة، خلاصة ماء الدياي هذه مفيدة جدا جدا جدا، غنية بالفيتامينات. لما اليهال عندهم كحة نعطيهم شوربة دياي، لما اليهال مزكمين نعطيهم شوربة دياي، من غير ما يمرضون نعطيهم شوربة دياي، يحطوا عليه شوي ملح، شوي فلفل أسود، وشوي ليمون. وأجين ومرة ثانية الليمون يكون معصور، يعني قاصين الليمونه الان، مو ليمون محطوطه في الثلاجه صار 3 ايام راح الفيتامين سي منها، الحين قصي الليمونه، الحين اعصريها على الشوربه، وشربي العيال وتشوفي اشكال صحته بتكون ممتازه. لان شوربه الدياي وايد عليها دراسات انها غنيه بالفيتامينات، وتصدقون في دراسات تثبت ارتباط بين شوربه الدياي واعراض الزكام وحتى الكحه اللي التعب عيالنا، خصوصا الكحل تكرم يكون فيها بلغم، ووالد الياهل تبي يصح يكح فتره طويله خصوصا بالليل، شربوهم شوربه الدياي جدا مفيده. العسل وايد زين عيالنا، وايضا كافه الاطعمه اللي ذكرناها قبل شويه الغنيه بالعناصر الغذائيه اللي تفيد الجهاز المناعي. احنا وصلنا لختام برنامجكم، برنامج صحه وسعاده، ان شاء الله نكون كنا خفاف عليكم على مدى هذه الساعه الاذاعيه. الى ان نلقاكم ان شاء الله الاسبوع القادم، أقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة.